السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إله سبحانه وتعالى هذه المباركة إلى هنا التفضيل حسدك الشياطين والإنس والجن إله سبحانه وتعالى ذكاي وحن ما أنت دلنا وذاك يا ويديسو قرنية دعاء دعاء سو قف الله لا مسحور يا أما سحور هيا أما حسد وهيا أما سحرا أما حسد وهيا وسامين يكون يلندن إن شاء الله تعالى سيدا أيدتك مساجد ككجري لما بدن كود بأي أوقية لتك سامين سانوك سنة ولا ليالدتك ما أنت وحي ليل درين وسحر وحسد وجني سبحان الله مدبا شقدي سلوغه هرتاغي مدبا هرمركي لوغه هرتاغي مدبا حسد نمل لو حسد يا علمي جيسا وحبر الشرد قفك وناجيسا في الفرعون ديسا ما أنت نقفك ما دي كرسي اللي حسدي محال اللي حسدي محا مارتي اللي حسدني يا سبحان الله هدبا وحرم مركا إن شاء الله تعالى إن الدعاء إلى دقيستان دعاء وحوي إمام أي ماركته صلاة دي وتجيني أي دعين يا وماركته مركز دعاء دي أيو مركا كسو دري ماركته أدحو تابني سادتك حنو السنة يو دتك سحرا دتك إش حسدك وهيو هدبا بالعذيق إن هذا نكده لقاها إلى كمقل سيدة أي دتك مساجدك كنت كني وذا ساميس إلهي سبحانه وتعالى أمديها عافية إلهي سبحانه وتعالى أمدي عافية ما تام الله سيب هذا بدعاء إلى دقيس إن شاء الله اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهتد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت يا ذا الجلال والإكرام وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضاً إلا شفيته ولا مريضاً إلا شفيته ولا مبتلاً إلا عافيته ولا ميتاً إلا رحمته ولا غائباً إلا بالسلامة رددته ولا أعزب إلا زوجته ولا مستوهباً ذرية صالحة إلا وهبته ولا حزناً إلا أذهبته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا خذلته ولا سحرا إلا
من شر غاسق
النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، إذا حسد، إذا حسد. يا رب العالمين، اللهم طهر أجسادنا من الأمراض والبلايا، وأبعد عنا الكوارث والرزايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلِّ اللهم وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. الله سبحانه وتعالى دتك عافي دتك وحن وسنيان الليل دريني اللي سحر يجينا الليل دريني الهي سبحانه وتعالى حويدي سن عافي متام الهي انه يدك سيو دعاد اسفل نقفل بو سحر ام الهي وحن وترقل انه دغيست سيو ان شاء الله تعالى الهي سبحانه وتعالى وغشا في باذن الله باري وتك عافي ما سنه دولا سبحانه وتعالى ان شاء الله تعالى حلو دباتي دتك ال سحر جني اي ما ركتي حيابه الله المال إلهي سبحانه وتعالى هيدنك قبل حسدك يا الشياطين والإنس والجن انت بالله هيدنك قبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.